السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على تعيين غوركيب على رأس المديرية يعني الفنية المنتخب الوطني الجزائري، يعني بس بعد الكان يعني بالمديرية الفنية بعد الخان، يعني ما تخافوش مشي في بلاصة بالماضي يا جماعة تاع الماتش يتعاود، مشي في بلاصة بالماضي عنده غادي يجيب غادي نجيبو كوب دافريك، نجيبو كوب دافريك راه قاعد تا 2030 باش نشوفو سليمان يحقق الحلم تاعو. غادي كي نجيبو كوب دافريك يعني راه قاعد هو مكانش لي توشي يعني ودي يعني نديرو جوامع وحدا اخرين باش تكون عبادة تاع ربي، عبادة تاع ربي هل عبادة تاع الاشخاص. عندك منعنا في 2022 لو 29 مارس غير ربي اي كان في كثر خيره يعني مزيه. ما ابو جهل جا داخل في المجال الرياضي، انا كنا غادي كاين جامع منا وجامع من هذه هي. ما تخافوش احنا نهضروا غور كيف غادي يجي في المديريه الفنيه برك، ما تخافوش تخافوا واه ولي تخافوا فاني. وانكشفت مصادر مقربه جدا من رئيس الفاب وليد صادي بان هذا الاخير لا يزال مصر على التعاقد مع المدير الوطني السابق مع المدرب الوطني السابق الفرنسي كريستيان كوركيب وإعادته من جديد إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم وتنصيبه على مستوى المديرية الفنية الوطنية. يعني بروجي قري لك المدربين، يكتشف لك مواهب، يكتشف لك بروجي كبير. هذا هو البروجي اللي غادي يديروه. كان اللي يقول لك انتم تبغوا لي فرنسي يا ودي، احنا ماشي نبغوا لي فرنسي، احنا ديجا أول مدرب بعد الاستقلال كان فرنسي، وقيل 7 سنين مور الاستقلال فرنسي، كان فرنسي على ما اظن، انا ما نعقل شيء بصح نسمع الناس يقولوا، انا والله ما نعقل بصح نسمع الناس يقولوا هذه هي. وقبل لا تقولوا انتم تبغوا لي فرنسي، كانوا واحد اليامات كانوا يعايرونا يقولوا لنا انتم تبغوا لاعبين براويه، كنتوا تقولوها لنا في 2016 2015 2014، كنتوا تقولوها لنا. اليوم انتم راكم تهضروا عليهم، حتى اعلاميين نعرفهم مليح وراهم اليوم قاضبين ميكروات، وحنا يوم النا وراهم يبانوا في التلفزيون، والله العظيم لا كانوا يعايرونا. مي تقول لهم محرز ولا في غولي ولا ابراهيم يقعد يعاير فيك. اليوم هما مقاضبين مشعل، معليش امشوا مور الجره تاعنا. المهم الجره اللي خرب، احنا ما بحينا لكمش الجره، راهي ورا الجره باي تشم وتبع الجره، شم وتبع الجره ما نقولكش كن بصح نقولك شم وتبع الجره. رانا مخلي لكم الجره مورانا ما محيناهاش ياه. وبحسب مصادر من مسؤول الاتحاد الجزائري لكره القدم، فان كريستيان غوركيب امسى مرشح بقوه للعوده مجددا الى الجزائر عبر بوابه الاداره الفنيه للفار، وذلك فور نهايه مغامره الخوض من نهائيات كاس امم افريقيا بالكوت ديفوار. وتأتي الرغبة وليد صادي في التعاقد مع التقني الفرنسي الذي كان حقق نتائج جيدة مع المنتخب الوطني، رغبة منه في عن إحداث تغييرات جذرية على جميع المستويات ومن بينها الإدارية الفنية، وموازات مع رغبة صادي في التعاقد مع غوركيب. هذه هي خاص كان يقول لك وقت غوركيب انتم واش كنتوا يا ودي، ما كنا غوركيب فات فيهم، غوركيف ربح كاع لافريكو وراح فانيك، ما قبلش الإهانة وما قبلش الذل. عيط له حداد في الليل قال له خرج من الجزائر، خرج. عيط للحاج قال له دينا، الحاج قال له دبر راسك وبغيت روح. هذه هي هذا في ذاك الوقت كما تشوف يعني فايد الشعب قاع يعيط عليه. وبعد كانوا رجالة، كانوا ناس يعني كانت رجلة متغلبة باي تروح ما غادي صاي سيبو تربح. حنايا لهنا زاتشي بغا يروح وليد لكار، او هادو راهم يضربو في زاتشي باش لونترينر يروح. زاتشي راح مدرب قعد جا راح، او جاي كيما هاكا ها المدرب راه هنا، راكم تقولوها في 5 سنين وقت تقولو بلي كو يروح زاتشي يروح هو، كو يروح زاتشي الفيفا تعاقبنا، كو يروح زاتشي غادي ياه.
وأشار نفس المصدر إلى أن هذا الأخير موجود أيضا على أجندة الفريق شبيبة القلار شبيبة ماتيو، والذي يرغب هو الآخر في تعاقد مع قرب تنحية المدير البرتغالي. يعني ما كاش منها وغادر وين العارضة الفنية قبل نهاية المرحلة الذهاب من البطولة الوطنية في نفس السياق، فإن المدير العام للفريق إبراهيم زافور ينتظر فقط خسارة جديدة من أجل تنحية المدرب البرتغالي. وتضيف معلومات نفسها أن كريستيان غوركيف لا يمانع في خوض هذه التجربة، حتى أن طلب من وكيل أعماله تسريع مفاوضات لاستلام المهام، وهو الذي يوجد دون فريق منذ أن ترك التدريب نادي نونت الفرنسي في عام 2020. هذه الناس تضحك تضحك عليه وكل شيء. المدرب هذا تاكتيك دوشي، هذا واه تاكتيك دوشي خويا، هذا غاني، هذا مين عرفوا باللي غادي نروحوا كوب دي موند، الا روحنا كوب دي موند ديروا تاريخ. مين تبدات هي بدات نهار اللي ربح لهنا طنزانيا بسبعه، من فماك الناس تنربت كيف ربحنا. هذه هي حاجه واحده اخرى ما كاش، نشوفوا كيفاش. المهم حنا المهم واللي فهاديك يدي تتنوى ولا حاجه جماعه تشيك تشونغ، واللي تتنرب ولا تتنوى ولا لا يا شو بير مدرب ران ينهي جدال حول قضية. وعلى بالنا بصح غادي ما يلعبش هذا دو ماتش، بصح من بعد غادي يلعب، يلعب من بعد. هذه هي في راهم قاع الناس فرحانة، لونترينير تاع ران هدر قاع الناس فرحانة. واحد قال لي بانت بلي نتوما تكذبوا، يعني نتوما شتو غير شوبير غادي يلعب. شكون الاخر كيسموه قويري، اقسم لكم بالله لا طريد من المنتخب الوطني. حاجه اللي نطلبها هذا لونترينر يقعد، هذا بالماضي يقعد ونشوفوا الاستدعاء تاع راه هو عنده حاجه في راسه، وعنده حاجه راسه الا حقد على واحد غادي ما يراطيه كيما الاخر هراوي. بالرحمه بالرحمه ابراهيمي ما عيطت لهم، شو عيط الكارديا حابس ها هما شو انتوما اللي جايتكم مليحه ها قولوا لنا. ايوا شو بير على ما تهدرش على البارتية تاع البارح، قولي تلقوا عليك نهدر على البارتية هاذي، البارتية لما تفرجتهاش نهدر عليها، هو يقولكم تفرجوا شوية وانتوما نهدر عليها، كي نهدر عليها، كي دايرة البارتية هاذي لي غادي نهدر عليها، كي لعبوا. والله بارتيه غير متلفزه وما يفوت بارتيه غير متلفزه، نهضر عليها انا نهضر عليها والله. ما فهمنا كيف هذي إيه. ماذا تعرفوا قولوا لنا البارتيه هذي اللي تفرجها كان فماك، شوفوا بالك مع ذاك مسيلمه الكذاب بالك فماك، بالك تفرج بالك شاب. شوفوا معاه بالك مسيلمه الكذاب يتخيل وكذا يتخيلها هو ابو كلبه، قالوا قاعد يتخيلوا. شوفوا بالك معاهم بالك عاطينهم كابلي يشوفوا غير وحدهم او كيف
اذا لهم غادي نعيط له نقول له حط استقاله، لا لازم يطلع يحط الاستقاله. شوفوا قارعوا شوفوا بارك سبحان الله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما نكونوا معكم بجديد، واللي يمشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.